مرة وأنا في سن المدرسة طلب مني الأستاذ أوقف وأقرأ كلام كان مكتوب على الصبورة. لما وقفت قلت له عفوا أستاذ أنا مش شايفة. صعقني لما قال لي ما دام مش قادرة تشوفي ليش تدرسي. مرة ثانية وأنا في سن الجامعة بعد ما ذاكرت واجتهدت وكنت متوقعة أني أجيب درجات عالية وفاجأ بأن أنا جايبة 50، ولما سألت عن السبب قالوا أصلا الدكتور ما صححش دفترك وأعطاك منه الدرجة تكرما. موقف آخر وأنا في العمل كنت واقفة أنا وزميلتي، كان عندنا استبيان خاص بالموظفين. قال الموظف اللي مسؤول يوزع الاستبيانات عطى ورقة الاستبيان الخاصة فيني اللي مفروض أنا أعبيها لزميلتي وقال لها اكتبي لها، وكان يقصدني وكأني مش موجودة. أنا فاطمة الأهدل، باحثة اجتماعية حصل على بكالوريوس علم اجتماع، رخصة دولية في الحاسوب، ودبلوم فرق القيادة الشابة، ودبلوم TOT. والأهم من هذا كله أنا كفيفة. بدأت قصتي مع الإعاقة في سن صغيرة، كان عمري وقتها 9 سنوات. كنا في الحديدة، تعرضت لحادث صغير تسبب لي كسر في العين اليسار، كان اعتمادي في النظر كله على العين اليمين. الحلال كان وقتها سهل وبسيط، إني أغمض العين السليمة واعتمد على العين المصابة. أمي الله يرحمها كانت دائماً تغطيني عيني السليمة وتخليني أشوف باليسار، بس لأني كنت صغيرة وما أفهم كنت دائماً أشيل الغطاء. انتقلنا للسكن في العيش في صنعاء، بدأ نظري يدهور بشكل ملحوظ والسبب غير واضح، لدرجة أن أنا في أحد سنوات الدراسة بعد ما كنت جالسة مع زميلاتي في الصف الأخير اضطريت في نهاية السنة الدراسية نفسها أقدم وأجلس في الصف الأول، وأحياناً أضطر أقرب الكرسي من الصبورة عشان أقرأ الكلام المكتوب فيها. في أقل من شهر فقدت النظر نهائياً. لأني كنت في أسرة ما كانش فيها أي شخص معاق أو أي كفيف، أحرجت أن أنا أقول لهم أن أنا صرت كفيفة أو أن أنا ما أشوفش، وكانت نظرتهم قاصرة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. كنت أعتمد على الاستذكار وحل الواجبات على أختي الكبيرة اللي كانت دائما تقرأ لي وتحل لي وتجاوب وتكتب لي الإجابات في دفاتري. تعرضت لمواقف صعبة ومؤلمة ومحرجة، منها الموقف الأول لمدرس كيمياء لما قلت له أنا مش قادر أشوف الصبورة نفى عني حقي في التعلم. خلصت المرحلة الإعدادية وفي أول ثانوي صار معي موقف آخر. طلبت مني أستاذة اللغة الإنجليزية إن أنا أوقف وأقرأ قطعة صغيرة من الكتاب. كان الخط مرة صغير وكان الفصل كله هدوء والكل منتظر إن أنا أقرأ. كان أمامي اختيارين، أما إن أنا أقول للأستاذة إن أنا مش قادر أشوفه وتعرض لنفس الرد المؤلم السابق، أو إن أنا أبدو أمام زميلاتي كأن أنا إنسانة غير مجتهدة. هنا نزلت دموعي. تفاجأت مني الأستاذة وطلبت مني أن أجلس. جلست وقفلت الكتاب. لما روحت قررت أن أنا ما رجعش للمدرسة مرة ثانية أبدا. حاولوا أهلي يقنعوني أن أنا أدرس لكني كنت رافضة تماما يعني. استمرت على هذا الحال سنتين. لما صارت أختي الأصغر مني في الصف الأول الثانوي أقنعتني بصعوبة أن أنا أكمل معها الدراسة، وعرضت علي أنها تقرأ لي وتكتب لي وكنت تساعدني في حل واجباتي. رحبت بالفكرة. درست أول ثانوي وثاني ثانوي وثالث ثانوي والحمد لله نجحت. تعرضت لمواقف صعبة ومؤلمة ومحرجة، لكن الحافز هذه المرة عشان أواصل دراستي هي دموع أمي اللي كانت في كل مرة كانت تشوف زميلاتي خلصوا دراسة وأنا قاعدة في البيت كانت تبكي. بعد ما خلصت المرحلة الثانوية بدأ النظر عندي يرجع شوية شوية في العين اليسار، بدأت أشوف الألوان والملاوح وأقدر أقرأ الخط، لحد ما تعرضت لموقف آخر وحادث آخر وخلال 12 يوم فقدت النظر نهائياً. أجريت عملية رجع لي 10% من النظر. هنا حبطت تماماً ودخلت في حالة اكتئاب استمرت 3 سنين، لحد في يوم اقترحت علي أحد قريباتي إن أنا أزور جمعية خاصة بالكفيفات. رحبت بالفكرة وزرت الجمعية. هنا اندهشت تماماً لما شفت كفيفات عايشين حياتهم بشكل طبيعي، اللي تطبخ واللي تخرج واللي تدخل وتشتغل واللي تدرس ثانوية واللي تدرس جامعة وكمان في اللي تحضر ماجستير. كانت هنا نقطة التحول في حياتي. كانت رئيسة الجمعية الله يرحمها الأستاذة فاطمة العاقل شخصية قوية وصارمة ولها هيبة كذا وما حد يقدر يقول لها لا. قالت لي عندي وسألتني، قالت لي فاطمة أنت خلصتي ثانوية؟ قلت لها أيوة.
قالت لي بكرة هيعدي عليك الباص وتسجلي جامعة. وقتها ما كانش عندي أي نية في استكمال دراسة الجامعية. بدون إرادة مني توقف عقلي عن التفكير وردت عليها قلت لها حاضر. عدى علي الباص ثاني يوم ورحنا الكلية عشان نسجل. اخترت أن أنا أسجل في كلية شريعة وقانون لأنه كان حلمي من زمان. فلما رحت الكلية كان باب التسجيل قد توقف. كنا مجموعة بنات في الباص، كان كل سجل ما عدا واحدة. لفت لها قلت لها إيش بتسجلي؟ قالت لي علم اجتماع. قلت لها على الأقل أكون مع واحدة توانسني ولا أدخل أي تخصص غريب ما أعرفه. وقتها ما كانش عندي أي فكرة يعني إيش علم اجتماع. بعدين بس لما درسته اكتشفت إنه أنسب العلوم الإنسانية والأقرب إلى ميولي. درست المرحلة الجامعية وتعرضت فيها لمواقف صعبة ومحرجة وظهر وقهر وظلم في الدرجات، لدرجة إنه أحد الدكاترة أعطاني في 4 مواد 50. السبب فقط إنه قرأ على دفتر غيابتي كلمة كفيفة. بعد ما خلصت الجامعة ونجحت الحمد لله بدأت أتأقلم شوي شوي مع موضوع الإعاقة، بس كانت لازالت كلمة كفيفة تجرحني. لما جلست مع نفسي قلت بدل ما أخلي كلمة كفيفة سكينة تجرحني، ليش ما أخليش سكينة أدافع بها على نفسي؟ فصرت لما أروح أي مكان أعرف بنفسي أقول أنا فاطمة الكفيفة أو أنا كفيفة، بحيث أساعد كل من حولي يعرف كيف يتعامل معايا، وبنفس الوقت أجنب نفس الإحراج. أبي رجل أعمال كبير، في الفترة اللي أنا فقدت فيها نظري أبي خسر تجارته وانغمس هو أمي في العمل بحيث يحاولوا إنقاذ ما يمكن إنقاذه. هنا أنا خسرت الصحة، خسرت الثراء، خسرت جو الأسرة الطبيعي. كان لازم أواجه 3 مشاكل، مشكلة نظري اللي راح، ومشكلة الثراء اللي راح، وألم شتات الأسرة، والأهم من ذلك تأمين الأمان المادي. في كل مرة كنت أسافر فيها للعلاج كنت أقتني حاجات ما كانش موجودة في اليمن، فلما أرجع كانوا يشوفوا علي صاحباتي وينبهروا يقولوا يا فاطمة كوني جيبي وإحنا بنشتري منك. من هنا جتني فكرة التجارة، فصرت كل مرة أسافر أي بلد عربي أو غربي أشتري منها حاجات وأقتنيها وأجي أبيعها في اليمن. بدأوا صاحباتي يشتروا وتتكلم دي وتتكلم دي لحد الناس كلهم صارت ما تعرفني وتوسعت دائرة زبايني. في 2009 كانت قفزة نوعية في تجارتي بحيث تحولت من هواية إلى مشروع قائم. لما تزوجت أختي وسافرت للعيش في بريطانيا اقترحت عليها قالت يا فاطمة أنا أكون أجيبك بضائع وأنت تبيعيها. عجبتني المرة الفكرة وفعلا بدأت أجيب بضائع من بريطانيا واشتغل عليها، كان شعاري only from London. في 2017 حصلت على عمل في جهة حكومية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. عمل الوظيفي ما حقق ليش كل طموحاتي لكنه فتح لي عالم الأشخاص ذوي الإعاقة، فأصبحت أكثر احتكاكاً بهم وتلمساً لمشاكلهم. في 2018 جمعت ما بين ريادة الأعمال وبين عالم الأشخاص ذوي الإعاقة، فتم تصنيفي من قبل اتحاد نساء اليمن ضمن سيدات الأعمال الناجحات من ذوي الإعاقة. في 2019 اعتبرت أول سيدة أعمال كفيفة. في 2020 بسبب دموع أمي الغالية اللي رسمت لي طريق من نور أنا الآن فاطمة الأهدل، عضو مساعد في جمعية خاصة بالكفيفات وأعمل لدى جهة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ورئيسة مبادرة شبابية للأشخاص ذوي الإعاقة ومديرة مشروعي للملابس النسائية. أشكرك خديجة قاسم القربي، أشكرك أستاذتي فاطمة العاقل. في كل مرة كنت أغمض فيها عيوني كنت أحلم، ولما أفتحها كنت أحقق أحلامي. حتى المرة اللي غمضت فيها عيوني وحلمت وفتحتها وما كنتش قادرة أشوف حققت أحلامي، لأني ببساطة كلمة مستحيل مش موجودة في قاموسي، والفشل والاستسلام ما يعرفوا ليش طريق. إحنا الأشخاص ذوي الإعاقة أحبنا الله فابتلانا وميزنا بقدرات توازي قدراتكم وإن كانت مختلفة بالأداء. فالأعمى يشوف بقلبه والأصم يسمع بإحساسه والمقعد يتحرك بأحلامه. تقبلونا فنحن منكم ومعكم نشكل أفراد المجتمع الواحد.